اخويا انا اليوم جيت غندوز امتحان، عندي رونديفو 15 شهر اليوم، جيت مع 7 الصباح، من 7 وانا هنايا باقي ما داروش معانا حل. خديت رونديفو في لو سيت على قبل البارح باش نجي نستلم الرخصه ديالي. ملي جيت البارح تفاجات، لقيتهم دايرين الاضراب، فهمتي؟ يعني جاي من عين الشق باش نستلم الرخصه، لقيتهم دايرين الاضراب. هضرنا سولنا وما ما يهضر معك حتى شي واحد، السيكوريتي اللي هي ما رضيتش يهضر معك كاع السيكوريتي، فهمتي؟ ما عندك لا قيمه لا والو، فهمتي؟ وكاين هنا يعني الخدمه ما مزياناش، فهمتي؟ خدمه ثقيله، واش 4 شهور وحنا دافعين فيرما ما استلمناش، هذا التلاعب، هذا كيتسمى التلاعب، ما كيديروش خدمه ديالو، فهمتي؟ خلصنا الملف، خلصنا الدوسي، خلصنا كل شيء، فهمتي؟ كيدوش يجيبوا فينا، فهمتي؟ كتي دازو الزحام، وتا ديك العمليه ديال التباعد ما كايناش. الناس جاهله، ما عارفينش شنو هو المرض، ما عارفين والو. كاين هذاك الاقتراب باش كيكون واحد، فهمتي؟ المهم كيتعادى هادشي اللي كاين.